فقرة ويلنس مثل ما دايما بتنطروها لهيفا ملاعب لايف اند ستريس كوتش. صباح الخير هيفا، صباح النور، يسعد كيفك؟ صباحك. تمام الحمد لله. هيفا اليوم كمان إضافة على كل الشهادات اللي أنت عندك إياها، ضفتي عليها شهادة بالكورس اللي اسمه أن برينينج، يس أن برينينج أن مالتيبل العدد. أوكي. يس طيب شو يعني؟ إذا ما نفسرها بالعربي هن انه عندنا عدد من الادمغه، المالتيبل عدد من الادمغه، بس نزيد عن اثنين بنقول لهم ادمغه. هلا يمكن في ناس رح تقول معقول ما عندنا غير هيدا البرين العقل اللي موجود هون، بس مثبت علميا، يعني منا ثيوري منا شيء، هي مثبت علميا. أوكي. هي دراسه بنيورو ساينس. عظيم. هيدي الدراسه بتبين لنا انه نحن عندنا اكثر من دماغ، هل عم نحكي عن يعني الدماغ اليمين والشمال ولا عم نحكي بجسمنا ككل؟ منتشر بجسمنا. أوكي. اللي هو كلنا فاميليير مع العقل. إيه؟ مع القلب. اللي نحن ما بنعتبره عقل بس هو مسيرنا بكثير امور، وكلنا بنعرف، واللي عم يسمعنا الناس العاطفيه كثير بيقولوا قلبي بيقول لي فولو يور هارت، صح؟ او قلبي بيقول لي روح بس عقلي بيقول لي لا. اوكي. مين بالحق؟ عندنا هيدا الكونفيوجن، كل العالم بيلاحظوا انه في قرارات مش قادرين ياخذوها وما بيعرفوا شو السبب، مش لانه مش قادر تاخذها، لان انت مش قادر تنسق بين الادمغه اللي بجسمك، العقل، القلب والجت، الجهاز الهضمي، مين للمعده والمصارين. كمل هيك. نحن اذا واحد بيربطها شوي بحياته بتكمش معدته وقت يكون مضايق، بيفقد شهيته او بيصير عنده شهيه على الاكل حسب مزاجه، معناتها في اعصاب، وهو اكيد في تقريبا 500 مليون عصب بالجت نيرفز، مثل ما في بالعقل بالبليونز، وفي بالقلب كمان سيرتن نمبر. يعني هيفا لازم نصير نسمي هيدا دماغ قلب والجات، هن الثلاث ادمغه اللي بياخذوا قرارات بحياتنا. طيب بس ما هن اوقات ما بيكونوا متفقين مع بعض، مش يعني اوقات، اكثر الاحيان مش متفقين. ما نحن الام برينينج اللي هو امبت كوتشنج، هو ابروتش جديده بالكوتشنج بلانش. أوكي. اللي عم يسمعني اللي بيروح كثير وبيعمل جلسات لحتى يساعد حاله، الامبت كوتشنج تقريبا بنستعمل 3 سيشنز بس لحتى نقدر نوصل لشيء نحن بنقول له الاينمنت. اوكي. نخلي العقل يتفق مع القلب ويتفق مع الجت، لانه أوكي. ما في حدا مخلي الثلاثه يتفقوا مع بعض، والا بياخذ قراره بيكون قراره 100% صح. دائما في محل يا ما بفشخ بخاف، ما عندي الشجاعه، ماني موتيفيتد، يعني من الجت. الخوف والشجاعه والموتيفيشن من الجت، من الجهاز الهضمي. كل شيء خصو بالمشاعر والاحساس، يعني ايموشنز كومباشن من القلب. كل شيء لوجيك كرييشن تو كرييت، يعني اخترع فكر استنتج من عقلي. طيب العلم كيف اثبت هيدا الشيء؟ لان احنا بنعرف كل تحركاتنا هي من الدماغ. مزبوط. كل النيرفز او النيورونز موجودين بدماغنا، صح؟ نحن بالنيرفس سيستم، بجهاز العصبي، لا كل الدكتورز لقوا انه اكيد اصلا نحن بالاناتومي بالجسم عندنا اعصاب بكل جسمنا. ايه؟ بس هون عندنا عدد كثير كبير من الاعصاب، ان كان القلب او ان كان الجت، الجهاز الهضمي. بعدين اذا بتلاحظي في عالم عندها ممارسات على الارض ما بتعرف لي، مثل البيبيز وقت يخلقوا بمسدولهم معدتهم بالزيت، لي تينام تيخفف قلق لحتى يكون مرتاح وينام بلا خوف. الولد احيانا كثير بيبكي بس نمسد له على بطنه بيروق، لانه خوفه بخليه مكموش من الجات اريا، فبس نمسد ونريح هيدي المنطقه الولد بيرتاح. هيدا واحد من الادمغه اللي عنا، فيه تقريبا مليونز اوف نيرفز، فيه اعصاب بالجهاز الهضمي، وفي هرمون، في هرمونات مسؤوله عن الموتيفيشن حتى انا اخذ قرار واكون عندي الجرأه، بتنفرز بالمعده اكثر بكثير من وراء الاكل، اكثر بكثير من راسنا. إيش. يعني مش بس راسي هو مسؤول عن القصص اللي بتصير بحياتي. إيه. فانا اذا يعني باخذ قرار سوري بلونش بس من عقلي، إيه، ما رح يكون قرار صح. يعني سمبل او مثل كثير بسيط، هو وقتها بنكون عبالنا نريح عقلاتنا معصبين بناكل شوكولا مثلا، يعني ريحنا، صح، ريحنا معدتنا براسنا، فرز راسنا. مزبوط. هلا في شغله كنا نحن بنشوف، في كثير ناس بتقول لك الحمد لله قراراتي كلها من عقلي، ما بستعمل قلبي فانا مرتاح. اوكي، انا مثلا وحده منهم اللي قبل زمان كنت اقول خي ما بستعمل مشاعري بقرارات الشغل، لانه ما بيهمني بس شو بحس، بيهمني كيف بفكر والمنطق. اما
علميا هلا لحتى ناخذ قرار صح، لحتى ما نكون بصراع، لازم نعمل الاينمنت لثلاثه، يعني قراري جاي من عقلي، من شعوري تجاه هيدا الشيء، ومن اذا انا عندي الشجاعه موتيفيتد. طيب هدول التدريبات مش بس اللايف كوتشز عملون هيفا، حتى اللي هن اطباء بمجالاتهم واطباء اعصاب كانوا موجودين، وكثار منهم اضافوا الى الطب هيدي الساينس اللي عم تحكي عنها. يعني بفهم منك انه هو امر ملموس، كيف بتعمل التشخيص؟ التشخيص انه وقت يجي الشخص من حديثه بنبلش ناخذ، نحن بنقول لهم ميتافورز، من حديثه بنبين، ببين هو من وين تقريبا عم بياخذ القصص، يمكن عم بيستعمل عقله وقلبه ناسي الجت. في عالم ما بتستعمل راسها بالقصص، بتستعمل مشاعرها وبتستعمل اذا عندها الشجاعه او خايفاني من هالفشخه. سو انا بلحق الاول سيشن بتكون عباره عن عم بيكون في كوميونيكيشن بين الاثنين. الكوميونيكيشن هي اول ستيب بالتعاطي مع هيدا الشخص لشوف شو هو عم يستعمل. فبلاقي في دائما واحد من الادمغه ما عمل له، نحن بنقول له اكسكلودينج، ما عم بيشغله. في عالم ما بيشغلوا قلبهم، في عالم ما بيشغلوا عقلهم، في عالم ما بيشغلوا الجت، كل شيء يلا عندهم الجرأة يجربوه، ما بيخافوا. سو هون أنا ما عم بستعمل الجت فيني أقول. فأنا لا، لازم خليه بوصل معه بثالث سيشن يعمل ألاينمنت لثلاثة بطريقتنا، في طريقة. وفي شغلة كتير مهمة للناس لحتى توثق بهيدا الشيء، في جهاز أنا بحطه للشخص هو وعم بيحكي وهو عم بيجاوب، بشوف قد ايه مرتاح من جوا، مثل جهاز الكذب. إذا واحد عم يحكي شو عم بيكذب، بيقيس نحن بنقلها كونجروينس أو كوهيرنس، وما في كوهيرنس. الكوهيرنس أنا مرتاح من جوا، فبوقت عم باخذ قرار صائب ببين عندي على الكيرف على سكرين تبع الشاشة، يعني حده أكيد الشخص وعم بحكيه الشاشة ما لازم تكون بوجهه لما يتوتر إذا شافها نزلت أو هيدا، بدها تكون حده وبياخذها بي دي اف. يعني هو من الاجوبه هي فحيعرف اذا عم بشغل الدماغ القلب او نحن وي جايد. ايه نحن ما بنتدخل بنقول له شو عم تستعمل. انا بذكى الكوتش اللي عم بيشتغل هيدا السيشن لازم يكون عم بيوصل الشخص لنتيجه، يعرف حاله وين عنده جاب. انت هون ليوصل اخر جلسه هو لحاله بحط ايده على راسه انه انا مقتنع صح، انا عم بحس انه هيدا الشيء من قلبي طالع وكمان بدي اياه وما عندي الخوف. فهوني انا بيكون القرار اللي اخذه وصلناه نحن طلع من الشغله اللي بده اياها واخذ قرار فيها صح. هيدا الالاينمنت. في حدا عنده الالاينمنت بالفطره؟ يعني انسان قادر يتحكم بكل هال فينس وايز. نحن بنقول لهم لنوصل للالاينمنت بلونش بنقلها هي الويزدوم. الويزدوم هي الحكمه. والانسان الحكيم، بس قول حكيم، حكيم كلام بينقال، بس هو كلمة حكيم يعني إنسان وايز، يعني قادر ياخد قرارات صح، منه متسرع، ما بياخد أي شيء هيك من دون ما يكون عم يستعمل كل الأورجنز اللي فيه. وشغلة كتير مهمة إنه هيدا موجود من زمان. نحن هلأ بنيورو ساينس رجعت، إذا بتلاحظي بكل دول العالم سبيشالي بالدول العربية رايحين للأنشينت، للأشياء اللي كانوا يتبعوها قديما. You can heal yourself by yourself. صح. يعني فيك تشفي حالك بحالك من دون ما تاخد دواء. كتير هلأ رايحين لهيدي الطريق بعد ما شافوا العالم في عندهم أنفس شريرة، عم بيصير في أشياء غلط، لأنه نحن مش عم نتصالح مع نفسنا. تأوصل للويزدوم اللي هو الحكمة وكون حكيم، بستعمل الثلاثة. حلو الإنسان يكتشف حاله بالبداية، كتير مهم يعني. وبس ثلاثة سيشنز. يعني أنا ما عم بعمل دعاية، بس أنا بقول أنا صرت دارسة أكيد كتير وعندي كتير قصص بالكوتشنج. هيدا من أهم أنواع الكوتشنج اللي أنا بالنسبة لإلي. كيف بتأثر على حياتنا المهنية العاطفية العلاقية؟ يعني كيف بتصير وقت يصير عندي هيدا الالاينمنت؟ بتصيري متصالحة مع الشخص اللي موجود معك، إن كان بالعلاقة بتعرفي هيدا الشخص إذا عن جد مقتنعة فيه، بتحبيه من قلبك، وإذا حاسة أنت بالأمان تجاهه، السكيوريتي، الأمان بالجت. أوكي. الشعور تجاهه والحب من القلب ومقتنعة فيه بعقلي. سو أنا كيف بعرف؟ بده يكون في كوتش قدامه، أمبت كوتش اللي عم بيقدر يعمل له جايدنج لهيدا الشخص. اوكي، وهيدا الشيء بده اكزرسايزز خلال الاسابيع ما بين السيشن لا لا، هيدا غير النيورو لانجويستيك، غير البرمجه اللغويه اللي بتتبع تقنيات، غير الكوتشنج العادي، غير الثيرابيز اكيد. هو عباره عن سيشن فيها كثير كويشننج، اوكي، بالكوتش اللي دارسهم والمعلومات اللي اخذهم ليوصل الشخص للالاينمنت بثالث جلسه.
واو. هو بيطلع بكل شيء. يعني أنا علي أسأل، ما بجاوب أكيد وما بتدخل بأي أدفايس. شخص لحاله رح تشوفي إنه خي، ونحن صارت معنا وبراكتست، يعني ما عم نعمل هيدا الشيء من دون تمرين، بنلاحظ في أشخاص عن جد ضايعين صار لهم سنين لقوا الجواب بثالث جلسة. نحن ميالين أكثر لاستخدام القلب ولا العقل ولا يعني شو الفئة؟ لك كل شخص وغير، بس أكترية العالم بتستعمل مش الحدس، بنقول الإحساس الإحساس طبعا. شو بحس ومن كلامه ببين، يعني واحد يحس أسرع من أنه يفكر للجسم لكن للجهاز. لكن حسب الشخصية وحسب مجال اللي هو عم بيستعمله. مثلا الناس السي اي اوز والناس المانجرز بشركات ما بيستعملوا كتير القلب تبعهم وإحساسهم، بيستعملوا أحيان عقلهم وبيفتكروا أنه هالشي أكيد منيح، بس لازم نستعمل كمان الشعور تبعنا. عرفتي؟ ولازم نحس بالشخص إذا هيدا مصدر أمان سيكيور من الجت تبعنا. اوكي. هيفا بالدراسات قديش وصلتوا مثلا لمرحلة كمان إنه الأمراض يلي لها علاقة بالمشاعر المكبوتة بالجت أو اكزاكتلي مكبوتة بالقلب أو بالعقل، لأنه كمان الدراسات بتقول مثلا كثير مرتبطة. سوري بلانش. إيه يعني الألاينمنت بتصحح حول المشاكل 100%. نحن بنلاحظ إنه الجت عندنا في مشكلة، بنفكر إنه بس من الأكل، بنعمل دايت وبنعمل ديتوكس وما بنلاقي حل. الإيموشنز المشاعر عندنا بتنحبس بالجت عن جد، مثل الكباية اللي بيضل مركض بكعبة قصص بتبقى بالجلد. من هيك عم بقلك رجع للنيورو ساينس يربط بكل شيء كان قديما، العلاج بالاشياء الطبيعية، بالمساج، مش المساج اللي بيوجع، في سيرتن بوينتس بيشتغلوا عليها كامشة بالجلد وبالمعدة، واللي بيشتغلوا هوليستيك هيلث هن براكتيشنرز، هن ناس مثل الكوتشز صح. بس هوليستيك هوليستيك يعني الطب البديل. الطب البديل اللي ربط هلا هيدا نحن عم خلصناه الام برينينج، ربط الطب البديل بالنيورو ساينس بالعلم، ومن هيك لقوا كثير في تقارب باشياء. اوكي. منه قلت لك يمكن شغله بسيطه، قصه المساج على المعده، قصه انواع اكل نحن بناخده او بنمنع حالنا منه لما نكون لنقول عنا مرض او سخونه، قصه الادويه من شو معموله وكيف وكيف بتشتغل. يعني كمان اذا بنعطي شويه اكزامبلز على هالامور هيفا نقربها للناس. مثلا نحن كثير بنعرف الريتبل باول سيستم الاي بي اس، انه الناس اللي عندها مشاكل بالهضم صح. اذا بتعصب معدتها بتوجع، اذا مزبوط أو اذا بتنفخ معدتها او بتنفخ معدتها اكزاكتلي التعصيب بيعمل هيك، مش أكيد. الحمص والفول يعني لا مش الحمص هيداك بيزيد هن مع بعض، بس مش بس الاكل اكزاكتلي exactly. اكيد في ايموشنال، في شيء ايموشنز في مشاعر مثل ما في بالقلب هون كمان مأثره عليهم. كمان مثلا الصدمات او حدا بيأذيك بقلبك بيوجعك بتقولي قلبي عم يوجعني وهيدا فعلا بتحس حسستي exactly. صح. وبالانرجي تبع الانسان بتنزل كتير. في شغله كتير كمان بتلفت النظر لما نزرع قلب دونيتنج هارت، هاي علم وهيدا دراسة وفي أسامي، بس أنت بتعرفي اللي بينزرع له قلب ما بيعرف مين الدونر، بس صار عندهم حشرية بعض العالم لأن صار عندهم شخصيات جديدة. مرة عمرها 57 سنة، بحب أحكي عن مثل أو اثنين بس للي عم يسمعني، 57 سنة كانت حدا بحب يقعد وما يتحرك وبتحضر تي في وما بيعني لها شيء من الظهرات، صار عندها مشاكل بالقلب. شاب عنده موتور سايكلز يعني بيطلع على الموتوسيكلات، بحب يشرب بيرة كتير، مات بالحادث، زرعوا له القلب تبعه، حطوا له القلب لهي المرة. هلا هي ما بتعرف من وين، بس بعد وقت صارت تحب تشرب بيرة كتير، وين في موتوسيكل بدها تطلع تطلع على الموتوسيكل، صار هي هيدا الشيء عندها حشرية لتعرف مين الدونر، طلع هيدا الشاب. يعني كمان الموسيقى، يعني القلب خزن هيدول شو المشاعر، يعني مش بس العقل. وهي عم بحكي علم، برجع اقول يعني انا ما فيني اقول بس عقلي بخزن صور وايمجز من انا وصغيري ومن قبل، كمان قلبي بيكتسب شخصيات العالم او الشخصيه. لما انزرعوا قلب هيدا الشاب للمراه صار عندها هيدا الشيء، وفي اسم وايمتها وين وباي مستشفى، يعني مش عم نحكي عن عبس، وفي اكيد اعداد لتثبت علميا، بيكون في تقريبا 100 شخص مثبت عليهم لحتى ينزل بالعلم. واو. تاني اكزامبل، تاني اكزامبل كمان حلو، حدا بدق فايولين، شاب كمان مات، القلب تبعه زرعوه عند حدا ما خصه بالموسيقى، ما بحب اصلا يسمع موسيقى،
صار يحب يسمع موسيقى ويدق على الفايولين، فاكتسب هيدي الشخصيه كمان. الحديث هيفا والعلم يلي كمان، خليني اقول اتس ساينس، هو علم يعني ما له شيء ما ورائيات. فينا نعمل سيرش ونشوفه على الانترنت على الجوجل. هيدا اللي بياكد كمان انه نحن اليوم الانرجي ما لنا شيء براني، يعني لا. مش شيء غير ملموس، الانرجي هي ملموسه، هي موجوده بقلب خلايانا، هي بتنبض وبتضوي بقلب الخليه. صح. اذا بنرجع لايام المدرسه كنا نرسم الخليه ونرسم الانرجي بقلبها 100%، هي طاقه. هو اصلا انا بقول دائما في طاقه، كنا عم نقول تحت الهواء انا وياكي، احيانا بنشوف عالم نلتقي فيهم تحس هيك خي مرتاحين بالقعده معه، وعنده انرجي عالي قادر يعطيني اياها. كمان في شغله بهيدا النيوروساينس الجديد، مش دائما الشر بس بفوت علي، كمان الخير اكيد. اذا انا بقعد مع ناس عندهم طاقه ايجابيه اكيد برتاح، مثل اللي بيروح على كنيسه وبيقعد، يمكن ما يصلي يمكن يقعد، بحس مرتاح، في طاقه. صح. ايجابيه بالمحلات. صح. الدينيه مزبوط. صح. فهيدي هي اللي انت عم تحكي عنها، انا كطاقه قد ايه محافظه على البرينز تبعي وشاغله على حالي لسير وايز ولسير ات بيس، بسلام داخلي من جوا. العكس نفس الشيء، وقت بتقرر تلغي من حياتك الناس اللي هن بسببوا لك ازعاج بتحس نفس الراحه 100%. نحن من هيك بنقول ما تقعدوا مع ناس عندها طاقه سلبيه، ما حدا بيجبركم فيهم، هيدا اهم شيء بعمله بحياتي، بس اخذ قرار بعد لانه انا حتى ارتاح. بيقولوا نحن دي درين يور انرجي داون، كيف اللي بيعصر بتصير الانرجي تبعك تحت بلا ما تحس، يمكن يوجعك راسك. وقصه هو موضوع كبير مثل اللي بيقولوا عن العين. أي. وفي ناس بتآمن وفي ناس لا، مش قصة عين، في شيء بيحجب العين، الخشب لنقول مثل ما بيحجب مثل ما هو انسوليتنج للكهرباء. صح. نفس الشيء الحجر، كرمال هيك بنروح على المحلات تبعول المساج بيحطوا الحجار والحجر الاسود اللي بيعملوا فيه على الظهر منشان يريح يعطي انرجي. أكيد. نفس الخبريه، فهودي بيحجبوا الكهرباء من الكوانتوم فيزيكس، من الفيزياء. صح. علم نرجع نربطه. يعني فعلا هيدي العلوم كتير حلوة، وأنا دايما بحب شدد أنه هي علوم شئنا وأبينها. نحن شوي بزمننا عم نقرب أكتر لأنه فاتت بالطب، يعني اليوم الطب مزبوط. البديل والطب صح التقليدي عم بينجمعوا. صح. فما بقى الناس كتير بتقول شو عم بيحكوا هيدول، لا صرت تفكري ترو. أنا بدي أقول لك congratulations على الشهادة هيفا، وعلى أمل كمان نفك أسرار الأمريكي على الهواء سوا. طبعا فيكم تتابعوا هيفا على كل وسائل التواصل الاجتماعي لاي سؤال او استشاره. ثانك يو لك على الانرجي الحلوه اللي بتعطينا اياها دائما. شكرا، اهلا وسهلا فيك. فاصل بسيط مشاهدينا وبتابع معكم.